نشرة مفصلة للأخبار نستهلها بالعناوين. الأقصى في خطر، وخطر حقيقي، يجب على أمتنا، كل أمتنا، أن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس. السنوار يدعو إلى إعلان جبهة وطنية مقاومة لانتزاع الحقوق، ويعلن العمل مع محور القدس لفتح الخط البحري إلى غزة. الكاظمي يؤكد أن التفاهم بين السعودية وإيران بات قريبا، وخبراء إسرائيليون يحذرون من خطر ذلك على اتفاقية التطبيع. أردوغان يقول إن الاضطرابات التي أحدثتها جماعات متطرفة في الأقصى أزعجت أنقرة، ويؤكد الحاجة المشتركة لتركيا وإسرائيل من أجل الاستقرار. قلق أمريكي متزايد بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع ظهور عجزه الذهني عن القيادة إلى العلن. رحيل المخرج الإيراني نادر طالب زادة عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالإنجازات الفنية. أهلا بكم. حذر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار من تكرار مشهد اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيرا إلى أن تكرار ذلك سيؤدي إلى حرب إقليمية ودينية لا تردد فيها. لم نختر هذه الصورة اعتباطا، هذه صورة جنود الاحتلال الصهيوني وهم يدخلون المصلى القبلي وقد أغرقوه بقنابل الغاز والرصاص وداسوا المسجد بنعالهم وربطوا المصلين واعتدوا على النسوة والشيوخ والأطفال والرجال في باحات الأقصى. ومن هنا أقول للعالم أجمع ولقادة الصهاينة أن هذه الصورة أو صورة مثيلة لها في قبة الصخرة ممنوع أن تتكرر. ودعا السنوار إلى إعلان جبهة وطنية مقاومة لانتزاع الحقوق اليوم قبل الغد. في أقرب وقت يجب أن نعلن عن تشكيل الجبهة الوطنية للمقاومة لانتزاع حقوقنا في القدس، الحفاظ على مسجدنا الأقصى والحفاظ على وجودنا العربي والإسلامي والفلسطيني، وقف الاستيطان في الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات ومنح أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وشبابنا وناسنا حقوقهم. السنوار أعلن أنه في الفترة المقبلة سيتم فتح ممر بحري من وإلى قطاع غزة بالتنسيق مع محور القدس. سنبدأ إن شاء الله رب العالمين خلال الفترة القريبة القادمة بالتنسيق مع محور القدس بتشغيل الخط البحري لقطاع غزة لنكسر الحصار كسراً كاملاً بإذن الله سبحانه وتعالى. والمشاورات والتجهيزات والاستعدادات في هذا الموضوع على قدم وساق بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنخرج من غزة ونعود إليها وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه خاوة ورغماً عن أنفه. السنوار حيا كل من وقف إلى جانب فلسطين وعبر عن تناسيه لكل خلافاته ولمعاني التقسيم والتشتت، كما وجه تحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا. لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد الحرس الثوري وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا أنهم مع القدس ولن يترددوا في بذل كل غال ورخيص من أجل القدس.
السنوار دعا القائمة العربية الموحدة إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وعد تشكيل القائمة غطاء وشبكة أمان لحكومة الاحتلال تنكرا للعروبة والوطنية. رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس رد على كلام رئيس حركة حماس في غزة بالقول إنه ليس ملزما للسنوار أو لغيره بشيء. نحن لسنا ملزمين لا للسنوار ولا لغيره بشيء. نحن نتشاور مع من يجب أن نتشاور معهم، ونأخذ بعين الاعتبار الرأي العام في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يقول لنا ما الذي علينا فعله. نحن ننفذ واجبنا حيال المسجد الأقصى، وفي هذا الموضوع نعمل مع الحكومة والجهة الرسمية المسؤولة عن الأماكن المقدسة أي المملكة الأردنية. لا أحد له الحق بالتحدث معنا في هذا الشأن. حال من الاستنفار خيم على قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية، وأعلنت عن نشر مزيد من قواتها في شمال الضفة ووسطها بحثا عن منفذي عملية أرييل. نسين سلمي والتفاصيل. حال من الاستنفار الأمني تعيشها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية، فيما سيطر القلق على حكومتها بسبب تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية. قيادة المنطقة الوسطى لدى الاحتلال أعلنت عن زيادة أعداد جنودها واستخباراتها في المناطق الفلسطينية، مبدية قلقها من تصاعد عمليات المقاومة في الأسابيع المقبلة. على وقع هذه التطورات، أغلقت قوات الاحتلال محيط مدينة سلفيت وقراها ومداخلها بالسواتر الترابية، كما صادرت العشرات من أجهزة التسجيل من سلفيت وقرى بيت أمين وسنيريا وكفر ثلث قرب قلقيلية. كانت عبارة عن ردة فعل يعني همجية وليست جديدة، وسياسة عقاب جماعي تجاه 85,000 مواطن في محافظة سلفيت لعقابهم نتيجة العملية التي جرت على مدخل المدينة. كتائب شهداء الأقصى أعلنت مسؤوليتها عن العملية الفدائية، فيما حمل مسؤولون فلسطينيون الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد بسبب اعتداءاتها على الفلسطينيين. إسرائيل تصعد كل يوم وعلى مرأى كل العالم، ولذلك الشعب الفلسطيني هو صاحب الخيار الحاسم فيما يتعلق بالصمود وفيما يتعلق بتغيير المعادلة وتوازنات القوى على الأرض. وأعتقد هذا يحتاج منا إلى خطوة جريئة وسريعة بحوار وطني شامل، توحيد كل القوى الفلسطينية. ويشير إلى أن قوات الاحتلال أعلنت أنها اعتقلت شابين من وادي برقين قرب جنين ومخيم بلاطة في نابلس بحجة نيتهما تنفيذ عمليات مقاومة. تذرع إسرائيل بالقلق من عمليات المقاومة لشن مزيدا من عمليات الدهم والاعتقال، سيعني بالضرورة مزيدا من عمليات الرد الفلسطيني على تصعيد الإسرائيلي. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. عملية أرييل الفدائية وضعت إسرائيل مجددا أمام حقيقة فشلها في كسر سلسلة العمليات الفلسطينية النوعية، وعادت إلى الواجهة هواجسها من قادم الأيام، ذلك في ظل تزايد الخشية الإسرائيلية من تشكل محور جديد تكون بوصلته القدس. تقرير هاني فحص. في ذروة الاستنفار والإجراءات الأمنية الإسرائيلية، أتت عملية أرييل الفدائية التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وانسحاب المنفذين بسلام، الأمر الذي أسقط الأوهام الإسرائيلية بشأن النجاح في قطع سلسلة العمليات الفلسطينية وتهدئة الوضع الأمني، ولا سيما في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. لا يوجد مكان للراحة، لا يزال أمامنا عدة أسابيع متوترة. في الأسبوع المقبل تصادف ذكرى قتل إسرائيل وذكرى الاستقلال الإسرائيلي، وبعد ذلك يوم النكبة الفلسطيني، وبعد ذلك يوم القدس التابع لنا. ولذلك حالة التأهب الأمنية سترافقنا أيضا خلال شهر أيار. الحذر والترقب الإسرائيليان في التعامل مع الساحة الفلسطينية بمختلف قطاعاتها جاء على وقع القلق من معادلة ترابط الساحات داخل فلسطين المحتلة وخارجها، وأيضا في أجواء إحياء يوم القدس العالمي الذي حملت فعالياته هذا العام إشارات ورسائل تلقتها إسرائيل بأذان صاغية، وتحديدا بشأن كابوس ترابط الساحات. هي من أخطر ما واجهه الكيان. القلق الإسرائيلي من تشكل محور يدور حول القدس انعكس في تحذيرات معلقين وخبراء من أن رسائل يوم القدس هذا العام تصب في هدف واحد وصريح يعكس نظرية الربط بين الساحات، حيث لن تواجه إسرائيل ساحة واحدة مشتعلة بل عدة ساحات على نحو متوازن، وهو الأمر الذي تخشى إسرائيل تجرع كأسه.
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف أن الاحتلال الإسرائيلي يقف عاجزا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني النموذجية، واعتبر أن الشعوب المسلمة أثبتت في يوم القدس وحدتها ضد الاحتلال. فلسطين تمر اليوم بمرحلة مختلفة، ومقاومة الشعب الفلسطيني نموذجية. الكيان الصهيوني يقف عاجزا أمام هذه المقاومة التي أحبطت مساعي أنظمة الهيمنة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. المسيرات الحاشدة في أنحاء إيران في يوم القدس هي مؤشر على إرادة دعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تحرير القدس. الشعوب المسلمة أثبتت في يوم القدس وحدتها ضد الاحتلال، ومطلبها الأكيد في استئصال الغدة الصهيونية السرطانية. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن وقفة احتجاجية أمام مبنى الكونغرس دعما لفلسطين وتنديدا بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى والأراضي المحتلة. المشاركون طالبوا إدارة بايدن بوقف تمويل ودعم إسرائيل واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤها مع هذه الأفعال. كما وانتقد المحتجون وسائل الإعلام الأمريكية لتجاهلها المستمر لواقع الفصل العنصري القمعي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، رافعين شعارات تندد بالعدوان ومطالبة بإنهاء الحصار عن غزة. شاهدنا عنفا متصاعدا في الأشهر الأخيرة، خصوصا في شهر رمضان وما حصل من اقتحام مسلح للمسجد الأقصى، وهذا الأمر حصل حتى مع المسيحيين في عيد الفصح، يحصل مع كل الفلسطينيين. لذا لا نريد أن تدعم أموالنا كأمريكيين هذا الفصل العنصري. ما يجري في فلسطين يحصل منذ زمن بصورة غير عادلة أمام صمت العالم، لذا جئنا لكي ننهي حالة الصمت تلك. نحن أمام الكونغرس للضغط بهدف وقف التمويل الأمريكي، ورسالتنا هي بعد 72 عاما من الكفاح انهوا تواطؤكم مع الفصل العنصري. أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن هناك مصلحة للعراق في تحقيق التقرب بين الرياض وطهران. الكاظمي وفي مقابلة مع صحيفة الصباح العراقية أعرب عن ثقته بوجود انفراج حقيقي في العلاقات بين البلدين، وأن التفاهم بات قريبا، وقال أن الأفرقاء في المحادثات السعودية الإيرانية يتعاملون مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت تحذير خبراء إسرائيليين من أن المحادثات السعودية الإيرانية قد تعرض اتفاقيات التطبيع للخطر. وبحسب الخبراء كانت للاجتماع علاقة بالهيمنة الأمريكية الأقل تغلغلا في المنطقة، كما زعموا أن هذه الاجتماعات تتعلق بالوضع في اليمن حيث هزم السعوديون ويريدون الحصول على حل وسط لتعويض خسائرهم بحسب تعبيرهم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا والسعودية لديهما رغبة مشتركة في إعادة تفعيل إمكانيات اقتصادية عظيمة بين البلدين. كلام أردوغان جاء على متن رحلته العائدة من السعودية، وأكد أن الاضطرابات التي أحدثتها بعض الجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان أزعجت أنقرة بشدة. كما أضاف أن لدى أنقرة سياسات إزاء إسرائيل، وأنه بالإمكان اتباع نهج المماثل إزاء مصر ورفع مستوى الحوار الجاري بشكل منخفض الآن. الرئيس التركي ينهي زيارة إلى السعودية هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية السعودية بعد توتر العلاقات بينهما. فهل تخلى أردوغان عن رحلة صعوده إلى قيادة العالم الإسلامي؟ أم أنه يسعى إلى إعادة رسم جديدة للسياسة الخارجية التركية؟ تقرير مهدي ديراني. طي صفحة التوتر في العلاقات السعودية التركية يبدو هدفا مشتركا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولعل زيارة الأخير إلى السعودية تنهي أعوام التوتر بين البلدين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا في جريمة أبطلها سعوديون مقربون من ولي العهد. الزيارة التي هدفت إلى إعادة الدفء إلى العلاقات مع السعودية وإطلاق حقبة جديدة على أمل تجديد الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية. فأردوغان الذي صعد كثيرا في وجه السعودية على خلفية مقتل خاشقجي في اسطنبول سعى للانفتاح عليها آملا أن تعيد الاستثمارات الدافعة للاقتصاد التركي.
الرئيس المعروف بطيب بين مناصريه، وخلال رحلة سعيه إلى قيادة العالم الإسلامي دعم وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في بعض البلدان، لكنه اليوم يبتعد عنهم ويقصيهم حتى من بلاده ويوقف أنشطتهم من دون حرج، مع الإعلان أن قناة مصرية معارضة تقرر إيقاف بثها من تركيا لتنتقل إلى بلد آخر. زيارة أردوغان هي إعلان انفتاح نحو محور إقليمي يضم مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات من جهة، ومن جهة أخرى هي خطوة تثير تساؤلات عديدة حول الضغوطات الداخلية التي يتعرض لها اقتصاديا وسياسيا قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما اللافت مع انتهاء الزيارة فهو أنها لم تحظى باهتمام كبير من الإعلام السعودي. أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن العلاقات المتجذرة بين تركيا وفنزويلا تشكل نموذجا يحتذى به في الصداقة القائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل بين الدول. جاء ذلك في أعقاب لقاء شاويش أوغلو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس، حيث تباحث الجانبان في آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وصلت تركيا باستمرار وحزم إدانة الإجراءات القسرية والأحادية الجانب المتخذة ضد فنزويلا. كانت قوية جدا عالميا وأمام المنظمات المتعددة الأطراف، وقد رافقت خلالها فنزويلا ضد الإجراءات الاقتصادية والعقوبات. قررت تركيا مقاطعة المناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في اليونان الشهر المقبل. وبحسب مصادر أمنية تركية فإن المقاطعة جاءت بعد اتهام اليونان لأنقرة بإساءة استخدام الخلافات بين البلدين. وقالت المصادر إن الدولة المضيفة تقوم عادة بصياغة قواعد تقنية قبل تدريبات المخطط لها، وإن هذا العام استهدفت اليونان تركيا في هذه الوثيقة، فاعتبرت السلطات التركية أن الإضافات كانت متعمدة، الأمر الذي دفع بقيادة سلاح الجو إلى إعلان الانسحاب من التدريبات. أفاد مراسل ميادين في بغداد بتصدي قوة من الحشد الشعبي لهجوم شنه داعش شمال محافظة ديالى. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين خارج قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وقالت في بيان إن القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات إطلاق الصاروخين اللذين لم يتسببا بخسائر تذكر. إلى سوريا، حيث دوت عدة انفجارات في محيط حقل العمر النفطي شرقي دير الزور الذي توجد فيه أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي البلاد. تنسيقيات المسلحين قالت إن الانفجارات ناتجة عن تدريبات عسكرية أجرتها القوات الأمريكية في محيط القاعدة، تخللها تنفيذ غارات جوية وهمية بالقرب من المدينة السكنية، وذلك بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. توصلت دمشق وقسد إلى اتفاق بوساطة روسية يقضي بفك حصار قسد لمناطق الدولة السورية في الحسكة دام 20 يوما. رضا الباشا والتفاصيل. تعود عجلة الحياة إلى الدوران في مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا. حصار الأيام 20 انتهى. اتفاق بين دمشق وقسد بوساطة روسية ينهي حصار قوات سوريا الديمقراطية، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ ومعه تنتهي معاناة اعتادها أهالي الحسكة والقامشلي بين الحين والآخر. ساعة واحدة ليلا اجى الطحين، مباشر استدعينا العمال ومباشر بلش العجين، خلال ساعة ثنتين ونص طلع الخبز. عند خروج الخبز مباشر بلشنا بتغطية المدينة، تعداد معتمدين المدينة 50 معتمد موزعين على كافة الأحياء. رفعت قسد سقف مطالبها في محاولة للضغط على دمشق من بوابة حصار المدنيين لتعود عن ذلك، مع تصعيد تركي استهدف مناطق سيطرتها في ظل صمت أمريكي، ما دفع بها إلى العودة مجددا للرهان على دور دمشق وحليفتها موسكو بكبح أطماع تركيا شرق الفرات. إعادة ترتيب الأوراق دوليا، صمود الأمريكي عن الاستهدافات التي قامت تركيا في الآونة الأخيرة أدى ذلك إلى تيقن قسد بأن هناك خيار آخر هو الاجتياح التركي للمنطقة، لذلك قبلت بوجود هذا الاتفاق لكي لا تنسحب القوات السورية، وهو المبرر الوحيد الشرعي لعدم اتجاه تركيا إلى عملية اجتياح كامل لكل شمال سوريا.
مخاوف قوات سوريا الديمقراطية من تحركات أنقرة شكلت عاملا أسهم في تسريع تطبيق الاتفاق الذي ربط بين حي الشيخ مقصود في حلب ومناطق الدولة السورية في الحسكة، ليبدأ فتح الحواجز فور إعلان الاتفاق إذانا بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 20 يوما. اتفاق رفع الحصار عن مناطق الدولة السورية في محافظة الحسكة ينهي مرحلة جديدة من مراحل ابتزاز قسد لدمشق، لكنه لا يغلق ملفا يعتبره البعض خزان رسائل أمريكية ترسلها إلى دمشق وحلفائها. رضا الباشا، حلب، الميادين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تساعد في تحرير العالم من تأثير الغرب، وأشار إلى أن دعم حلف شمال الأطلسي الصريح لأوكرانيا يعرقل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع، وأعلن أنه تم إجلاء أكثر من 1,000,000 شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 شباط فبراير. أعلنت فرنسا أنها سترسل مزيدا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وخلال اتصال هاتفي بين رئيس مانويل ماكرون ونظير الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعرب زيلينسكي عن شكره لفرنسا على شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قصفت 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، وأشار إلى أنها دمرت أيضا مركز قيادة ومستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية. أصابت الصواريخ الجوية عالية الدقة التابعة لقوات الفضاء الروسية 17 مركزا عسكريا أوكرانيا، بينها 8 مناطق لتركيز القوى العاملة والمعدات و5 مواقع مدفعية، كما دمرت مركز قيادة ومستودع أسلحة للقذائف والمدفعية بالقرب من بوكروفسكي في منطقة نيبرو بيتروفسك، كما استهدف الطيران التكتيكي للقوات الجوية الروسية 2 موقعين للقيادة و9 نقاط قوة، بالإضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والوقود. وأسفرت الهجمات عن القضاء على أكثر من 200 قومي و23 عربة مصفحة. إلى ذلك دعت موسكو وواشنطن إلى وقف استفزازاتها وتصريحاتها ضد روسيا ومزاعمها بشأن استخدام أسلحة كيميائية. واستنكر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف تصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ضد روسيا، معتبرا أنها هجومية وغير مقبولة. أنتونوف قال إنه أصبح من المعتاد أن يبني المسؤولون الأمريكيون أحكامهم على الأكاذيب المفضوحة للسلطات الأوكرانية في وقت تواصل فيه واشنطن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. فاصل قصير ونواصل النشرة. أهلا بكم من جديد. زلة لسان، تلعثم، تعثر ومصافحة للهواء، كلها مؤشرات تؤكد فرضية واحدة وهي تراجع صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعجزه الذهني. فأي تداعيات لهفوات بايدن هذه على استمراره في الحكم وأهليته؟ تقرير مهدي ديراني. حين ترى جو بايدن في الثمانينيات والتسعينات وحتى عام 2016 يمكنك أن ترى شخصا مختلفا كليا. بالنسبة لي هو اليوم شخص خطر على أمريكا وحتى العالم. كطبيب، هل ترى الأمر كذلك؟ أشعر بالقلق، يجب أن يخضع للاختبار الإدراكي. نصف الشعب الأمريكي يعتقد أنه غير مؤهل ذهنيا، وغالبيتهم يرغبون بأن يخضع لهذا الفحص. هكذا بات الحديث اليوم في الأوساط الإعلامية الأمريكية والعالمية، حديث وتحليلات بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن. فالجدل بشأن لياقته العقلية بات يأخذ منحا أكثر خطورة بعد تكرار زلات لسانه وتلعثمه ونسيانه ألقاب أفراد من إدارته وتعثره في المشي عدة مرات. المخاوف والتشكيك في سلامة قدرات بايدن العقلية ترجمت من خلال استطلاعات حديثة، وهي استطلاعات لا تخدمه بالطبع لما فيها من نظرة سلبية تجاهه في 40 ولاية أمريكية،
تعتبر من أهم ساحات المعارك الانتخابية الرئيسية. ومع رفض الديمقراطيين ووسائل الإعلام الكبيرة طرح الأسئلة المشروعة حول لياقة بايدن للمنصب الرئاسي، يصر المعسكر الجمهوري وإعلامه على استغلال زلات بايدن وهفواته ليبنيا عليها الركيزة الأساسية لإطاحته وتعزيز فرصة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن المطالبة باختبار قدراته العقلية من أجل إحراجه سياسيا، وهي مساع يحاول من خلالها الجمهوريون وضع بايدن في حالة شبيهة بما تعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب، أي مساءلته أمام الكونغرس ومحاولة سحب الثقة منه. إذن أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً بات يشكل قلقاً متزايداً مع ظهور عجزه الذهني عن القيادة إلى العلن، هو قلق لن ينحصر بكيفية إدارته لواشنطن، إنما لعالم يشارف على أن يكون على حافة الهاوية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. مرحبا بك منذر. يبدو بأن الحديث الإعلامي عن الصحة العقلية لبايدن بدأ في ازدياد، واليوم الحديث عن استطلاعات الرأي أيضا. هل يمكن أن نعتبر بأن هذه المؤشرات هي انعكاس بطريقة أو بأخرى لحديث آخر يجري خلف الكواليس، ربما يكون حديث سياسي أمني أو يجري إعداد شيء ما خلف الكواليس حول هذا الأمر؟ يعني إذا كنت تقصد ما يرمز إليه عادة أو يطلق عليه الدولة العميقة، بمعنى يعني مجمع الاستخبارات والدفاع والأمن والكونغرس، يعني المجمع الذي يرتب خلف الكواليس بعض الخطوات الكبرى حول مثلا اختيار الرؤساء للترشيح وغيره من ومحاولة دعمهم. نعم، هذا الأمر حتى الآن لا يبدو على هذه الصورة. الأمر ربما هناك همس داخل أوساط الحزب الديمقراطي حول بعض الخيارات أو بعض الإمكانيات، يعني الحالات التي يمكن ويفترض النظر فيها جديا في حال تدهورت الحالة الذهنية والجسدية للرئيس بايدن. ولكن هذا الأمر لا يتم النقاش بشكل علني فيه، ولكن لم تصل إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأنها سترسل إشارة سلبية حول الانتخابات النصفية بالنسبة للحزب الديمقراطي، وستكون لصالح الحزب الجمهوري. نلاحظ الآن المعركة السياسية دائرة الآن على الشكل التالي: التركيز من الجمهوريين ووسائل الإعلام الداعمة لهم، يعني على مختلف وكتاب الأعمدة وغيره والمحللين الذين يركزون على زلات بايدن. طبعا ريغان كان لديه زلات وكان يتم محاولة تغطيتها. الآن بايدن هم إلى حد كبير يسأرون مما جرى لترامب، يعني معظم المجموعات المؤيدة للحزب الجمهوري. في المقابل يعتبرون، يعني الحزب الجمهوري يعتبر أن النقطة المركزية التي ستساعدهم في الانتخابات النصفية مهاجمة الرئيس، وخاصة بسبب استطلاعات الرأي العام التي تدل على انخفاض شعبيته بما يساوي انخفاض شعبية ترامب، يعني عندما كان ترامب في أسوأ حالاته. إذن هذا الأمر يجابهه الحزب الديمقراطي بماذا؟ يجابهه بالاستعداد لجلسات علنية حول أحداث التمرد التي جرت في 6 يناير الماضي بعد الانتخابات وعدم الاعتراف، والتركيز على الرئاسة يعني السابقة وعلى كبار قادة الجمهوريين بأنهم ضالعين في التآمر وانتهاك الدستور الأمريكي. ولكن نعم، ولكن منذر الأمر اليوم ربما يفوق ما يجري الحديث عنه حول مؤامرة. الأمر واضح من زلات لسان، من مصافحة للهواء. وهنا أسأل، يعني النظام السياسي الأمريكي
يحكمه عدد من كبار السن، سواء جو بايدن، نانسي بيلوسي التي بلغت من العمر 82 عاما، بعض السيناتورات في أمريكا أمضوا أكثر من 60 عاما في موقعهم الوظيفي، وبالتالي هناك عدد كبير من العجزة يحكمون النظام السياسي الأمريكي. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن ينعكس على المنظومة السياسية الأمريكية على الصعيد الداخلي والخارجي، أم أن هناك فصل بين الأمرين؟ لا شك أن انحدار أمريكا عموما يدل على شيخوخية دورها، يعني هي أيضا دورها الكوني المتفرد يتراجع، وبالتالي هي أيضا أمام هذا الوضع ويوازيه كما تفضل ما يجري على مستوى القيادات. حتى الجمهوريين، لدى الجمهوريين يعني حتى ترامب نفسه هو ليس أيضا شابا، وفي نفس الوقت زعيم الأقلية الجمهورية الآن والعديد من قادة الحزب الجمهوري. هذا الأمر يعني الدستور الأمريكي يكفل بأن يقدم الكونغرس أو عدد وازن من أعضاء الحكومة الأمريكية بطلب موضوع عزل الرئيس أو المساءلة حول صلاحية الرئيس للاستمرار في الحكم. هذا الأمر لن يحدث خلال الحزب الديمقراطي الآن، خلال بايدن، رغم استمرار طبعا إذا حصلت بعض الزلات الفاقعة الفاضحة المتجددة، وهي أيضا تحدث، يعني هو كل أسبوع يحدث شيء، ويتم أيضا حماية الرئيس بعدم عقد مؤتمرات صحفية أيضا لهذا السبب، لكي تخفيف الآثار السلبية. ولكن طالما الأغلبية بيد الحزب الديمقراطي في الكونغرس حتى الانتخابات القادمة، لن يكون بمقدور الحزب الجمهوري تفعيل المادة 25 أو غيرها من المواد، ولا الحكومة التي هي يرأسها بايدن ستكون إلا إذا أقدموا. الحزب الديمقراطي ليس بصدد هذا الأمر، سيحاول أن يماشي الأمور إلى قدر ما، ولكن بعد الانتخابات النصفية سيكون أمام امتحان صعب واختبار صعب. هل أنه سيعيد النظر في قيادة الحزب الديمقراطي ومن سيترشح لاحقا للرئاسة ونيابة الرئاسة أم لا؟ هذا سؤال سيبقى تكشفه الأيام، وخاصة الانتخابات القادمة. من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان، شكرا جزيلا لك. في ملف الانتخابات التشريعية اللبنانية نتعرف على دائرة جبل لبنان الأولى، ما هي وما هي دوائرها الصغرى، وماذا عن المرشحين فيها والتحالفات؟ إجراس بطار والتفاصيل. أهلا بكم. ساعة الصفر الانتخابية تقترب في لبنان. دائرة جبل لبنان الأولى تضم قضائي كسروان وجبيل، يبلغ عدد المقاعد فيها 8، وهي موزعة على الشكل الآتي: 5 مقاعد للموارنة، أما في جبيل فمقعدان للموارنة ومقعد شيعي. عدد المرشحين في هذه الدائرة يبلغ 65 مرشحا، 47 منهم تمكنوا من الانضواء إلى لوائح انتخابية، بينما لم ينضم إلى هذه اللوائح 18 مرشحا آخرون. عدد اللوائح في دائرة جبل لبنان الأولى 7، من بينها 4 لوائح مكتملة فقط. أما اللوائح السبع فهي الحرية قرار، قلب لبنان، المستقل، نحن التغيير، معكم فينا للآخر، وهي لائحة حزبية للقوات اللبنانية، صرخة وطن، كنا ورح نبقى، وهي لائحة حزبية أيضا للتيار الوطني الحر، ولائحة قادرين غير مكتملة. في هذه الدائرة النواب التالية أسماؤهم أعادوا الترشح، وهم سيمو أبي رمية من التيار الوطني الحر، زياد حواط وشوقي الدكاش من القوات اللبنانية، شامل روكوز الذي انسحب من التكتل البرتقالي يترشح على لائحة النائب فريد هيكل الخازن، ونعمة فرام الذي انسحب أيضا من التكتل المذكور ويترشح ضمن لائحة غير حزبية. مدينة جونيا في جبل لبنان تعتبر من أبرز المناطق السياحية في البلاد نظرا للمشاهد الطبيعية الخلابة فيها، غير أن وجود مراكز دينية مهمة فيها جعل منها مقصدا إضافيا للسياحة الدينية. تقرير فرح عمر.
أبرز المناطق السياحية في لبنان وأشهرها مدينة جونية التي تقع على منبسط يجمع بين الساحل والجبل، راسمة صورة خلابة. لكن هذه الطبيعة ليست وحدها مقصد الناس هنا، فالمراكز الدينية تنشط في هذه المدينة ما جعلها مركزا لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم. مزار سيدة لبنان تأسس سنة 1904، وشقفة هالأرض هيدي كانت شقفة أرض موجودة للبطريركية المارونية وللسفارة البابوية، هو مكان للحج، مكان للصلاة، للرجوع للزيت، وخاصة من بعد ما وضعنا القربان المقدس بقلب الكنيسة 24 ساعة على 24 ساعة. يعني هالمزار هيدا بتشوفي بالإضافة للمكان السياحي يلي موجود فيه، والناس يلي بيجوا من عدد كبير من البلدان ومن الطوائف بيجوا حتى يكونوا عم بيزوروا سياحيا بس بنفس الوقت روحيا. البطريركية المارونية ما رأيت بتاريخ ابتداء من القرن السابع وتتأسس. البطريرك يوحنا الحاج هو اللي بنى هالطابق الأرضي، كمل هالجناحين هودي واعتمدوا كسكن دائم ومقر دائم للبطريركية من هون. أهمية المقر يستقى من تاريخ الكنيسة المارونية في الحفاظ على هوية هالكيان اللبناني والجمهورية اللبنانية، حفاظ على هالفكرة الأساسية اللي عليها بنى اللبنان، وهو العيش المشترك بين كل أبناء هذا الوطن، كل الطوائف. فرح عمر، جوني، جبل لبنان، الميادين. أعلنت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم بالسودان إغلاق جسر وحظر التجمعات في وسط العاصمة إثر دعوات إلى التظاهر في الذكرى الثالثة لفضل اعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وفي بيان طلبت السلطات المحلية من القائمين على التظاهرات الالتزام بالسلمية وبعدم السماح بوقوع إصابات وأعمال تخريب. كما دعت المتظاهرين إلى التجمع في الميادين العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة وبالابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية. في الصومال قتل 10 جنود وأصيب آخرون في تفجير لغم أرضي استهدف قافلة عسكرية جنوب البلاد في ثاني هجوم خلال 24 ساعة. وسائل إعلام محلية كشفت أن عقيدا يعد من الضباط البارزين في الجيش الصومالي كان ضمن القافلة، وأكدت المصادر أن غالبية المركبات العسكرية تضررت من جراء الانفجار. إلى تونس، حيث برزت ردود فعل رافضة ومحذرة خلفتها مشاركة وزير الدفاع التونسي في اجتماع للناتو بحضور وزير الأمن الإسرائيلي. ودعت منظمات تونسية إلى تجنب الاصطفاف ضمن المحور الغربي الذي يريد جر البلاد إلى مربع التطبيع. مراد دلنسي والتفاصيل. الاحتفال بيوم القدس العالمي في تونس تخلله استهجان ورفض من قبل عدد من المكونات المدنية والسياسية لمشاركة وزير الدفاع التونسي في اجتماع للناتو ضم إسرائيل. ردود الفعل انقسمت بين من اعتبر الحضور التونسي شكلا واضحا من أشكال التطبيع، وبين من اعتبر أن الأمر لا يندرج ضمن خانة التطبيع لكنه يبقى أمرا مستهجنا يجب ألا يتكرر. هو أمر في الحقيقة إذا تأكد أن ما يثير الشبهة ومرفوض في السياق الوطني التونسي، وهو لا ينسجم مع روحية تونس 25 جويلية ولا حتى ما قبلها. لذلك إذا ما تأكد مثل هذا الحضور فأننا كقوى أكاديمية وكقوى مقاومة ونخب حية في البلاد نرفض مثل هكذا خطوة. لكن الطيفين السياسي والمدني في البلاد يتفقان على أن تونس تتعرض لضغوط غربية من أجل جرها إلى مربع التطبيع، وما الضغوط الاقتصادية والمالية سوى دليل على هذه الاستراتيجية الغربية. ضغط واجهته تونس بإرسال رسائل سياسية إلى الغرب
مفادها وجود تنسيق مع روسيا لزيارة وفود تونسية رفيعة المستوى لموسكو. يبدو من هذا المنطلق تأتي عملية إعادة تنشيط العلاقات التونسية الروسية كرسالة للغرب وأيضا كمنفذ من المنافذ على اعتبار طبيعة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس اليوم التي تبحث عن مساعدات ودعم خارجي. هذه التلميحات التونسية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تغييرات جيوسياسية في غاية الأهمية قد تسهم في تخفيف تونس من ارتباطها بالمحور الغربي وتوسيع هامش المناورة لديها. لا يصنف متابعون حضور تونس لاجتماع دولي ضم إسرائيل ضمن خانة التطبيع، لكنهم يؤكدون وجود ضغوط غربية على تونس في هذا الاتجاه، ومن هنا جاء الحديث التونسي عن تقارب مع روسيا لتخفيف الضغوط الغربية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وفاة المخرج الإيراني نادر طالب زادة عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالإنجازات الفنية. القيادة الإيرانية وشخصية سياسية وفنية بارزة نعت وصفته بالشخصية المؤثرة في الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية. تقرير حسن السيد. All our feelings were elated not only in Lebanon and Iran, Iraq, Yemen, Syria but all over the world. هو قامة من قامات الفن والثقافة في إيران، ترك بصمته الخاصة في الكثير من أعماله. نادر طالب زادة، المخرج ومعد الأفلام الوثائقية والممثل ومقدم البرامج التلفزيونية. ولد طالب زادة عام 54 في مدينة طهران، أكمل دراسته في الخارج وحصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة راندولف ميكن الأمريكية وشهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني من جامعة كولومبيا. بدأ طالب زادة أنشطته الفنية عام 81 في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بإنتاج أفلام وثائقية، ويعد من المؤسسين لصحيفة طهران تايمز، كما تولى منصب أمين الاتحاد الدولي الأفق الجديد وأمين مهرجان عمار للأفلام، وكان من المساهمين في تأسيس قناة أفق الإيرانية، حتى أن الولايات المتحدة وضعته على قائمة عقوباتها. من أهم أعماله الفنية مسلسل بشارة المنقذ الذي تناول الأرضيات المشتركة بين الإسلام والمسيحية. مع هذا السجل الحافل بالإنجازات يرحل طالب زادة عن عمر ناهز 69 عاما بسبب تداعيات جلطة قلبية تعرض لها قبل عدة أشهر. وفاته أصابت قلوب أهل الثقافة والفن بالحزن والألم، كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسالة نعاه فيها، معتبرا أنه شخصية مؤثرة في الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية. فتحت كنيسة مرتومة في محافظة الموصل في العراق أبوابها أمام المصلين كأول قداس يقام احتفالا بإعادة ترميمها. وكانت الكنيسة التابعة للسريان الكاثوليك قد تعرضت للتخريب على يد تنظيم داعش، واستقبلت اليوم المصلين الذين عبروا عن فرحتهم بعودة الأمن والأمان. هذا شيء رائع جدا أنه الناس ساهموا في إعمار كنيستهم وين هي بالخارج. نحن كلش فرحانين بعودة الكنائس للأهل الموصل، لأن هي هاي كنيسة مرتومة كنيسة أثرية وتاريخية بنفس الوقت. بعد توقفه لعامين بسبب جائحة كورونا افتتحت من جديد أبواب معرض القرآن الكريم في طهران بمشاركة المئات من المؤسسات العلمية والثقافية. مالك عابدة والتفاصيل. خمسة وأربعون قسما وخمسمائة مؤسسة قرآنية إيرانية وأجنبية وآلاف الزائرين، هكذا بدأ معرض القرآن الكريم في طهران بنسخته 29. أتينا لمعرض القرآن لنشتري مصحفا لبيتنا، فحفل زفافنا بعد فترة قصيرة. إننا نتبارك بالقرآن، فهو كلام الله وسر جلب الرزق والبركة إلى المنازل. المعرض له أهمية كبيرة في العالم الإسلامي،
للتعريف بالنشاطات القرآنية والبرامج القرآنية المتنوعة. يركز المعرض على نشر المعارف الدينية والأخلاقية في المجتمع، لذا تجد على رفوفه آلاف الكتب التوعوية والثقافية والتعليمية. يركز المعرض على نشر المعارف الدينية والأخلاقية في المجتمع، لذا تنتشر على رفوفه عشرات آلاف الكتب الثقافية والتعليمية. يعتبر هذا المعرض حدثاً فنياً بامتياز لا ينتظره الناشرون فحسب، بل الفنانون أيضاً لعرض إنتاجاتهم وفنونهم. تزيين وتذهيب القرآن فن إسلامي قديم نسعى اليوم للحفاظ عليه من الاندثار ولتعريف الناس به أكثر. يمل الأطفال ولا يتعبون، ففي هذا المعرض أقسام مخصصة لعروض تناسب أعمارهم تبسط لهم قصص القرآن ليفهموها، أما هنا فأقسام ليشتروا منها الكتب والقصص والألعاب. نستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة لتقديم العروض القرآنية بشكل مبسط للأطفال، فهذا يضيف جمالية فريدة تدفع الأطفال للخوض أكثر في القرآن. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الأقصى في خطر، وخطر حقيقي، يجب على أمتنا، كل أمتنا، أن تكون على أهبة استعداد والجهوزية للدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس. السنوار يدعو إلى إعلان جبهة وطنية مقاومة لانتزاع الحقوق، ويعلن العمل مع محور القدس لفتح الخط البحري إلى غزة. الكاظمي يؤكد أن التفاهم بين السعودية وإيران بات قريبا، وخبراء إسرائيليون يحذرون من خطر ذلك على اتفاقيات التطبيع. إردوغان يقول إن الاضطرابات التي أحدثتها جماعات متطرفة في الأقصى أزعجت أنقرة، ويؤكد الحاجة المشتركة لتركيا وإسرائيل من أجل الاستقرار. قلق أمريكي متزايد بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع ظهور عجزه الذهني عن القيادة إلى العلن. رحيل المخرج الإيراني نادر طالب زادة عن عمر ناهز 69 عاما بعد حياة حافلة بالإنجازات الفنية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات المدينة على الإنترنت المدين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.